أخ إيهاب، خليني أسألك بشكل عملي. أنت عم تدعو الكنايس والخدام لاجتماعات الصلاة، وأنا عارف واحد من الناس اللي وصلتني الدعوة، وأنا بأيد خدمتك 150%، وبتعرف محبتي ومعزتي لك كبيرة كبيرة، وأنت رجل الله، الله عم بيستخدمك في هذه الأيام. شو الغرض من الدعوة لهذا الاجتماع والخدام اللي بتدعوهم طبعا من مختلف الطوائف حتى نجتمع، مش يعني مش مع بعض في اجتماع واحد في كنيسة واحدة زي ما كنا نجتمع من زمان، لكن عن طريق التواصل، عن طريق زوم بتهيألي أو وسائل أخرى. شو الغرض من هذا الاجتماع، وشو الصوت والرسالة اللي عاوز توصلوها للناس خلال هذه الأزمة؟ أشكر ربنا من أجل أخويا البير، هو عمل الكول ديت وأنا بساعد فيها على قدر الإمكان، لأنه دي زي ما أنت بتقول على قلبي طول الوقت. الغرض منها إنه إحنا في أيام مباركة جدا من بنحتاها نحتفل وبنحتفل بحلول الروح القدس على الكنيسة. ولما حصل حلول الروح القدس على الكنيسة كلنا عارفين انه حصل بزنس وحصل اعلان ليسوع المسيح واصبح فيه هناك حصاد لي. فانا مع اخويا البير قلوبنا ان احنا لما نجتمع نصلي من اجل ان ربنا يدينا نعمه جديده من الروح القدس هو فينا، انما نريد ان نمتلئ اكثر من الروح القدس حتى نكون لي كما كانوا التلاميذ، بل يسوع قال اكثر من اللي هو عمل السيد المسيح على الارض هتعمله في الكنيسه. فاحنا عايزين نصلي اولا كوحده واحده، نتحد مع بعض في محبه ونعلن وحدتنا ككنيسه عربيه على مستوى كندا، ونقول يا رب احنا محتاجينك ومحتاجين نعمه الروح القدس علينا تغمرنا وفي نفس الوقت ناتي بالحصاد. فالغرض الاساسي هو الحصاد.